أمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقصد إلى ما أنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصفور. هذه السورة إرهاص وعالم من أعلام النبوة وتشعر بشرف العربي وبما أعطاه الله تعالى من الفخر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يعلم ما فعل بأصحاب الفيل لأن الخبر تواتر وصارت قصة مشهورة الناس يقصونها من الجهات الست يعني كل الناس الأربعة يعني كل الناس يعرفوها لكن استعجاب أعجب كيف فعل الله بأصحاب الفيل فكانها صارت مرئية بصرية ما قال ألم تعلم ألم ترى رؤية بصرية كانها شهدت من شدة تواتر خبرها فكانه قال الله تعالى قد أعلمك الله بما فعل بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل طبعا جعل كيدهم في تضليل معناها في خسارة وهلاك. وقصة أصحاب الفيل مشهورة جدا هي النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه مولود عام قدوم الفيل للأقوام هذا إرهاص من إرهاص النبوة فهو ميلاد فهي سنة ميلاده هي إرهاص من إرهاص الإرهاصات يقول العلماء للعلامات التي تخرج قبل النبوة والمعجزات التي تخرج مع الرسالة التي تقارن الرسالة بأن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم قوما بأمر معجز. قال كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قصة الفيل هو أن هناك ملكا من الحبشة اسمعوا العرب كان كل الناس يحتقرهم حتى الحبشة حتى الحبشة يتملكون على لا كان عربي يمكنه أن يرفع رأسه على عجمي مطلقا حتى الحبشة تملكون حتى عين كانوا يسوي لا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كان يقول كنا أمما نرعى الغنم فلما أتانا الإسلام صرنا أمة ترعى الأمم فلما أعوذ بالله استدبرنا الإسلام صرنا غنما ترعانا الأمم وهذا صحيح. العرب كانوا ضحايا في أيدي ملوك العجم يعني مفرقون بين أيديهم كل واحد من رؤساء قبائل العرب تتولاه يعني مملكة عجمية تستعبده حقيقة. قال تعلو الرجال بآباء وآونة تعلو الرجال بأبناء وتزدان كم من أب على ابن يراشى كما علت برسول الله عليه وسلم. العرب ما كان عندهم أي صيد وما كان عندهم أي معنى قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له عبيدة بن جراح أنت ستدخل الشام الآن بمرقعة 16 رقعة يعني ثوب في 16 رقعة ونعلك يعني تحملها من هذا المستنقع تخوض هذا المستنقع وستتلطخ قدمات بالطين ونعلك يعني في يديك هذه حالة لا تناسب أهل الشام هؤلاء ملوك الأرض هذا ملوك الدنيا الشام. نظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا لولا أنك أبو عبيدة الجراح لجعلتك نكالا عذبتك نوع من العذاب حتى تكون أنت عين العذاب ما عذبوا حتى أجعلك عين العذاب ولكنك أنت عبيدة الجراح أنت من 10 مبشرين من الجنة أحترمك لذلك. نحن قوم عزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله هذا هو الواقع. نحن الآن نبتغي العزة بغير الإسلام حتى الآن لو تجد واحد يحمل جواز أوروبي أو أمريكي يفتخر على أبناء عمه الآخر هذا ابتغينا العزة بغير الإسلام طبعا أذلنا الله. لو تجد واحد الآن مولود في أوروبا حتى إسبانيا هذه أضعف دولة من الغرب
هي فقيرة فقر عجيب. هي لو توازنها مع أي دولة أخرى، بريطانيا أو فرنسا، هي فقيرة يرمونها في الشارع لا فائدة. أما بأمريكا هي عبارة عن مزبلة. واحد الآن ولد له ابن في إسبانيا كأنه ولد له في المدينة المنورة، هي ليس من المبالغة. أنا لا أقول هذا، فقط أنا أحترم المدينة، وهم ما هو لا يريد أن يولد هنا. لأن قومنا عزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا الإنسان تزغير الإسلام عزنا الله. لأن الآن أغنياء وأشوب أو أغنياء المسلمين يحملون نساءهم في أواخر الحمل حتى تضع المرأة هناك في أوروبا، هذا موجود الآن. أنا أشهد كريم بعيد من الزوايا، هذا أغنياء الأشراف، يعني الأشراف رؤوس القبائل، الناس اللي عندهم أموال، أبناء عمه يموتون جوعا وهو يحمل المرأة في آخره. هي معشورة شرعا، هي مرأة إذا بلغت ستة أشهر من الحمل صارت مريضة مرض مخوف يحجر عليها من المحاجن، حامل ستة نص خليل إنها محجوم عليها، صارت مريضة، يريدها لعلها أن تموت في الغرب لعلها يحضرها أو من الكفار، لا أدري. هي محجور عليها مريض، يعني محجور عليه مرض مخوف، لماذا يريد له؟ يريد أن يضعها هناك لعلها تموت هناك، يعني بحضرته أولئك الكافرين. حتى اسمعوا هذه الغباوة، هذا موجود لكم أنتم موريتانيا، أغنياءكم الآن من لم يولد أولاده في الغرب كأنه ما تقدم، أحصل على جنسية غربية حتى تحميك، تحمي ماذا تحميك؟ هذا موجود، هذا تعمل على حضارتكم على المسلمين. أنا كنت جاي من بلاد أمريكا أعوذ بالله، ودخلت مطار واشنطن، أنا بالعادة ألبس الدراع ودخلنا من الباب العام، فصار واحد من موريتانيا يراني فقط، يعني قال لي خلي هذا الرجل يتقدم، واحد فرنسي له قلادة، قال لي يتقدم احتراما له، خليه يتقدم. قلت له ما اللي تقول؟ ما اللي تقول؟ هذا بليد جدا، بليد جدا. حتى وشربوا في قلوبهم المسلمون، وشربوا في قلوبهم حب الكفار وتعظيمهم. قال فلان، قال أيها الرجل، طبعا لا يعرفون، ولكن لا أحب أن يعرفون. قال أيها الرجل، يعني حاول أنك تخلي هذا الرجل يتقدم. لماذا؟ لأن جنسيته فرنسية. غضبت عليه بالتجاوز، من هذا الشخص؟ يعني هذا كافر. يعني الله تعالى يقول في كتابه المحكم: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عجبتكم، ولا تخلوا مشركين حتى يمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبكم. عبد مؤمن، عبد حبشي مؤمن خير من مشركين. بلال كان عبدا حبشيا خير من أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من أبي جهل بن عمه، يعني رئيس مكة على الإطلاق. هذا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. قصة أصحاب الفيل عجوبة جدا، وتشعر بشرف العرب وشرف أن الله تعالى شرفهم بها الإسلام. هم العرب ما كانت لهم قيمة مطلقا، ما كانت لهم قيمة مطلقا. فلما الله تعالى أراد أن يرسلها النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاهم مجدا لا يصلهم مجد. نرجو الله التوفيق ومردهم ردوا إلى الآن، صار ارتجعوا مع بالله منهم. ألم ترى كيف فعل ربك؟ المهم أن أصحاب الفيل، هو الفيل هو نسبة لفيل واحد، لأن فيل أبرهة كان فيل يقال له محمود، هو أعظم الفيلة، وإلا فيقولنا أن الفيلة 12 فيلة، ولكن هذا كان أشرفها وأعظمها وأجملها، ولم يرى فيل منها. كانوا يستعبدون حتى الفيلة، وهذه أعظم حيوان. المهم أن سمعوا ببيت تحجه العرب ومشتهر عندهم. ففي ذلك الوقت كان هناك ملك في اليمن مولى من قبل ملك في الحبشة كما قلنا، لأن العرب ما عندهم قيمة. فلما وصل الخبر إليه قال أنه هناك بيت يحج في مكة وتحج الناس، فاغتبطوه مثلا، اغتبطوه وحسدوه عليه.
قال إذا نبني الآن كنيسة فيها من المجوهرات والرخام وأنواع الجمال ما لا يتصوره الإنسان، ونجعلها قبل ونوجه إلى الناس بدل ما يحج بيت الله الحرام يحجون بيت الله الحرام يحجون هذه الكنيسة. فجملها وأرسلها إلى صاحبه قال لهم يوجه الناس إليه. سمع بذلك رجل من العرب كناني فغضب حماية فقط، فجاء إلى الكنيسة وقضى حاجته فيها تغلط فيها ولطخ قبلتها بالنجاسة. فغضب من ذلك ملك الحبشة، وملك الحبشة في العرف الاصطلاحي يقال له النجاشي أينما كان، فهذا كان جد النجاشي رضي الله تعالى عنه الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان كل ما كان في الحبشة من ملك يقال له النجاشي، وكل ما كان في الروم من ملك يقال له قيصر، وكل ما كان في القبط من ملك يقال له فرعون. المهم أنه وجه إلى نائبه في اليمن وأرسل إليه يذهب أمرأة يذهب إلى الكعبة ليهدمها، وجمع جيشا قالوا 60,000 جيش وحمل العدة، وما كان العرب يكلفون شيئا. فلما سمعوا بذلك العرب صار كل مثلا واحد من قبائل العرب يأتي ويعتذر يقول هو ما أراد من ذلك سوء وإنه إنما هو المهم يعتذر حتى يحل من مسؤوليته. ووصلوا إلى 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 إلى, إلى, إلى وادي محسر، هذا كما قال ابن عاشر سرعنا هذا المشعر عند المشعر الحرام سرعان في بطن وادي النار ذاك المكان برك الفئل هناك، وصاروا يوجهوا إلى كل الجهات لا يتوجه لها إلا مكة إلا الحرام إلا بيت الله الحرام لا يتوجه. ثم إن الملك أرسل إلى من هو المسؤول ومن هو الرئيس في مكة فوجده عبد المطلب، وهم لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يعارض هذا. عبد المطلب ذهب إليه وقال، ثم أنه أخذ يعني أموالا من أموال المكة وكانت فيها 200 من الإبل لعبد المطلب، وكان هو الذي هو الرئيس هناك وهو اللي يطعم الناس يعني في الوعر وفي السهل يعمهم جاء وقال هذا هو الشريف هذا القوم وهو رئيس. المهم انه لما راه كان رجلا وسيما جدا جميلا صلى الله عليه نور النبوه فاستحيا امام الجميع من ان يجلعه على سريه امامه وهابه ان يجلس فوقه، فجلس معه على بساط يعني في الاسفل وكلمه فقال ماذا الذي ياتي به؟ قال انا بلغني انك اخذت من 200 من الابل هي التي لي اريدها. فقال كنت احترمك احتراما اكثر من هذا وكنت اعتبرك، والآن يعني نزلت من علي يعني معنى كلامه قالوا الآن يعني سقطت معي بما أنك تقول تريد ما أنا أريد أن أهدم شرفك، هذا هو البيت الذي تدينون به وهو قبلتكم وقبلة آبائكم. قالوا أنا رب الإبل وللبيت رب سيحمي، أنا لا أقدر على حمايته. طبعا هو صرح قال أنا لا أقدر على حمايتي وللبيت رب سيحمي، إنهم أرادوا التوجيه فلم يقدر، فقام هناك مدة طويلة فلم يقدر على شيء. ثم قص الله تعالى كما قص لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الجيل ألم يأكدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا جعلتهم في خسارة وهلاك وأرسل عليهم طيرا أبابيل هذا الجيش العظيم. أرسل الله تعالى طيرا أبابيل جمع الطيور مثلا تحمل حجارة من سجيل من طير صغيرة وعجيبة قد تالى كل طير يحمل هلاها واثنان في قدمه وواحد في منخره في خرطومه وكل حجارة صغيرة التي كالفول الصغيرة تمشي من رأس الإنسان وتخرج من دبوره حتى جعله الله تعالى كعص مأكول. العص المأكول ما يعبر عن مزارع الآن، عندما تكون مزارع تحصد وتأتي البهائم وتأكل منها وتدوسها بأقدامها فيبقى تلك الأوراق الصغيرة والحطام الصغير اللي يتطاير فمعها والعصف المأكول في تلك الأوراق فجعلهم كعصف المأكول. فجعلهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الجيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا جماعات أبابيل جماعة
ترميهم بحجارة من السجيل فجعلهم حصون. تولى الله سبحانه جل جلاله دفاع هذا الجيش ورجعوا يتساقطون في الطريق ولم يبقى منهم إلا واحد أو اثنان يقصون القصر ماتوا جميعا آخرين. فجعل الله تعالى القصة تتلى إلى أن تقرب الساعة أخبارا عجيبا جدا. هذا كله شرف للمسلمين وحماية ونصر لهم وتنويهم تنويهم وتشهيد بذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واقعة عجيبة وفيها ما فيها من الخير. وأقول قولي أستغفر الله لي ولكم سبحان ربي فرب عزتي ناصر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار الشدة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار الشدة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام وبغض إلينا الكفر والنفاق. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك إليك والعمل بما يقربك إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربك إليك والعمل بما يقربك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين ومرافقة الصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين ومرافقة الصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين ومرافقة الصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين وحب المساكين. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين وحب المساكين. اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت فتنة بالناس فقضنا إليك غير مفتورين. اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت فتنة بالناس فقضنا إليك غير مفتورين. اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغجره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقل الجبال ومكاير البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بين الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك بين الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت فتنة من الناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صرف قلوبي صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف قلوبي صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف قلوبي صرف قلوبنا على طاعتك.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، 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 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمان، 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 اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين الناجين، اللهم اجعلنا من الأقلين الناجين، اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم أصلح محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله، اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تهرب به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.